أهلا بكم. اليوم فتحت إيران الوصية وقرأت تقسيم العمليات على الجبهات، برية في عمق تل أبيب وجوية بالصواريخ البالستية، وأنصار الله يضربون المحيط، وحزب الله يقف بوجه الاجتياح ويفشل المخططات الصهيونية. أغمض عينيك وفي ظهرك جبل مقاوم، جبل يقاتل، كل رشقة صواريخ رسمت ابتسامتك، ووراء الوصية وجدوا خارطة تركت فيها كل المواقع. أضربوا هنا وفجروا هناك، أحرقوا كل الأهداف، وإن أضعتم المسار فلي في كل مدينة ضربة، وفي كل معركة حكاية، وفي كل مدرسة مقاوم، وفي كل نزال انتصار. أنا نصر الله، رحلت من الدنيا وتركت لكم مصيركم وآخرتكم في عتاد من خلفني ذكرا ومنصبا وقتالا. ورسالتي إلى قوى المقاومة: لا تدعوا ثأرا واحدا يكفيكم، فلحزب الله قادة استشهدوا على طريق القدس، ومثلهم في أنصار الله وفي العراق وصنعاء، وكلهم فداء العقيدة والقضية والولاية، ومن تسنده الجمهورية لن ينام وحقه ضائع ما دام للولي عرق ينبض. والآن فقط دعونا نقول لكم: بدأ نصر الله. مشاهدينا، أرحب بحضراتكم وأرحب بضيوفي في الأستوديو الباحث في الشأن السياسي الأستاذ إبراهيم السراج. أحييك بتحية النصر والثأر هذه الليلة، مرحبا. أهلا بك. أهلا بجناب ولمتابعي قناتكم، ومبارك للجميع هذا النصر الكبير، هذا النصر الحيدري الهاشمي على تل أبيب. مبارك للجميع، اليوم فرحة كبيرة بالتأكيد. مثل فرحة الزهراء سلام الله عليها. إذن أيضا من لبنان الصحفي والإعلامي الأستاذ حسين سعد، أرحب بحضرتك أستاذ حسين. مساء الخير. مبارك لك أيضا هذا النصر ودك العدو في عقر داره بعشرات أو ربما أكثر من 200 صاروخ باليستي. نعم، يمكن إعادة السؤال؟ أبارك، كنت أقول أني أبارك لك هذا النصر. نعم، الكبير. نعم. على العدو الصهيوني الغاشم. إذا تسمح لي أبدأ مع أستاذ إبراهيم. الشمس في هذه الليلة تشرق في منتصف الليل بعدما دكت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العدو بأكثر من 250 صاروخ باليستي. قبل أن نبدأ بالأسئلة، كيف تصف هذا الرد المزلزل للكيان في عقر داره؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الجميع يعول على الرد الإيراني ويعتبره ثأراً للشهيد إسماعيل هنية، وثأرا للشهيد القائد السيد حسن نصر الله الأمين عام لحزب الله المجاهد ورفاقه. الجميع ينظر إلى هذا الرد رسالة من السماء، وكأنه رسالة من السماء. لذلك كان الجميع يتوقع مهما طالت الفترة، أكثر من 3 أشهر على استشهاد السيد إسماعيل هنية، صحيح 3 أشهر أعتقد، ولكن لم نفقد الأمل في الجمهورية الإسلامية. أنا واحد من الناس ما فقدت الأمل، وحكيتها يمكن بأكثر مرة، إيران سوف ترد، الجمهورية سوف ترد، ولكن لديها سياستها وقراءتها للأحداث. لذلك كنا نتوقع، كل الباحثين والمحللين المتنورين كانوا يرون أن الرد الإيراني آت لا محالة. فلذلك كنا نتوقع هذا الرد، وبهذا طبعا هذه وجبة أولى، هذه مرحلة أولى، يعني 250 صاروخ. وبالتالي نعتقد أنه الكيان في حالة فوضى. اليوم نتنياهو تصريح يقول خذلتنا الولايات المتحدة، هذا يعني أن الولايات المتحدة تخلت عن حماية هذا الكيان المجرم المعروف بتاريخه في الإبادة الجماعية وفي الحرب الإبادة الجماعية وفي استهداف المدنيين. أكثر طبعا أكثر كيان هو معروف بهذا الكيان الصهيوني. لذلك هذا الاستهداف، أنا أعتقد هذا الرد اليوم أفرح الجميع وأثلج قلوب الجميع الذين كانوا يرون أن في هذا الكيان من يقف، هذا من يقف جرام الكيان الصهيوني؟ من يقف؟
بيانات الشجيب أفرح المقاومين الشرفاء الشرفاء نعم الشرفاء وأغاض الكثير ممن يناصرون العدو نعم ضد المقاومين ضد القضية الفلسطينية وبغضا بالجمهورية الإسلامية نعم بالضبط يعني فلذلك إنه هذا النصر الكبير كنا نتوقع أن يأتي ويأتي مزلزلا كمرحلة أولى وبالتالي الجميع ينظر من يرد على جرائم الاحتلال الصهيوني الجامعة العربية اختفت مجلس الأمن صدر قرار واحد واختفى نتنياهو لزمنه وشمر عليه جيد من لم يستطع الرد على الكيان الصهيوني بكلمة كان يشكك بالرد الإيراني ويصدر آلاف الرسائل عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام بأن إيران باعت المقاومة وتصالحت مع الكيان خفاءً ماذا تمثل هذه الضربة وفي هذا التوقيت تحديداً وبهذه القوة؟ الذي يثق بالجمهورية الإسلامية هذا الكلام لا ما يمشي عنده ما يقبله غير مقبول الكلام هذا يعني نعرف الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية هي الراعي الكبير للمقاومة مهما اختلفت عناوينها في لبنان في اليمن في سوريا في العراق لذلك هي التي دعمت المقاومة ووقفت ومن يوم الأول لانطلاق الثورة الإسلامية المباركة في 1979 القضية الفلسطينية حاضرة في ذهن وفكر الإمام الخميني قدس نفسه زكية لذلك أنه لا يمكن أن نصدق هذه الروايات التي يحاول جيوش الإلكترونية مرتبطة ببني صهيون أو جيوش الإلكترونية بعض الأغبياء الذين ينشرون هكذا يعني الكل يعلم أن الجمهورية لن تساوم ولن تهادن ولن تتفاوض مع الكيان الصهيوني وبالتالي عندما عطلت الرد فلها قراءتها للأحداث ليست يعني هذه دولة ودولة لها ودولة مؤسسات وبالتالي عندما تتعاطى مع هكذا حدث يعني تتعاطى بكل جدية وبكل موضوعية وفق اختيارات صحيحة يعني لاحظنا حضرتك أذكرك بالقضية اللي عندما استشهد القائدان رحمة الله على الرحمة الطاهرة الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج سالم قاسم سليماني كان الرد الإيراني لقاعدة عين الأسد لماذا؟ إيران ما قصفت السفارة الأمريكية ما قصفتها مو صحيح؟ ما قصفت مباني قنصلية الأمريكية في البصرة أو في أربيل وما شابه لا استهدفت القاعدة العسكرية عين الأسد ماذا هذا؟ ماذا يعني ذلك؟ أن إيران لا تريد أن تستهدف أن تستهدف المسبب الأصلي جيد. وهو القاعدة عين الأسد إذا تسمح لي أستاذ إبراهيم أستاذ حسين أجدد الترحيب بحضرتك بعد الضربات الإيرانية للعدو الصهيوني اليوم انتشرت أهزوجة عراقية وباللهجة العراقية تقول بعد الشادر ما ملموم السيد شق القبة يعني الشادر هو مكان العزاء في العراق هذه أولى مراحل الثأر للسيد المقاومة الشهيد سيد حسن نصر الله رحمه الله كيف ترون في لبنان هذه الضربات في عقر دار العدو تفضل نعم بداية شكرا لكم ووجه تحية للمشاهدين ولضيفك وأعتذر مسبقا عن رداءة الاتصالات في لبنان وخاصة في الجنوب بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني منذ حوالي عام بخصوص الرد الإيراني الجميع كان يرتقب هذا الرد وخاصة في الجنوب الذي يتكامل إلى حد كبير مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عشرات السنين أي منذ الثورة الإسلامية في إيران الرد كان بتقديري ضروريا وأكثر من ضروري بأكثر من اعتبار أولا عدم السكوت عن التمادي الإسرائيلي الذي أطال كثيرا ولا يزال ممعنا في الدم والقتل وهو لا يستثني أحدا حتى لو كان شخصية سياسية لكنه لا ينقطع عن الاغتيال وعمليات القتل الرد الإيراني كان اليوم بمثابة إثلاج لصدور الجنوبيين خصوصا ومعظم اللبنانيين الذين يوالون خط المقاومة
وأيضا خط جبهة الممانعة في وجه العدو الإسرائيلي. هذا الرد كان قويا بالتأكيد، وعند كل صاروخ كان يسقط في الكيان الإسرائيلي المغتصب كانت هناك بهجة وارتياح، وحتى الوجوه التي كانت مقفهرة بسبب كثافة الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا النيل من شخصيات هي بمثابة أيقونة كبيرة في لبنان مثل سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كانوا مرتاحون جدا لهذا الرد الإيراني الذي أعتقد بأنه لن يقف عند هذا الحد، خاصة وأن حجم الاعتداءات الإسرائيلية من اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشهيد إسماعيل هنيه قبل حوالي الشهرين، وقبله القائد فؤاد شكر ومعظم القادة في المقاومة الإسلامية في لبنان، والذي توج باغتيال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. نعم جيد. قوة هذا الرد، الرد الإيراني هذه المرة بأكثر من 250 صاروخ باليستي أصابت أهدافها بدقة، هل فيها رسالة؟ ربما الإيرانيون أرادوا أن يوصلون رسالة بأن الجمهورية الإسلامية بردها هذا جاهزة للذهاب لأبعد الحدود وكل الاحتمالات. نعم هذا بالتأكيد، فإن الرد لم يكن هناك سقف لنوعه وحجمه، خاصة وأنه قصف رمز ما تل أبيب، وهي رمز الكيان الإسرائيلي، وهو القائم على أرض فلسطينية محتلة منذ 76 عاما. هذا الرد يعتبر بمثابة إشراقة في المنطقة، خاصة وأن كل الحروب مع العدو الإسرائيلي لم يتم قصف هذه المدينة إلا منذ زمن طويل، أي منذ الحرب 73 على ما أعتقد. فإن هذا الرد هو يشكل بارقة أمل لاستمرار نهج المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي المغتصب لأراضي فلسطين، وتكامل هذا الرد مع رد حزب الله أيضا اليوم بصواريخ من نوع فاتح 4 وفاتح 3 على مقار إسرائيلية أساسية واستراتيجية. الرد جاء متكاملا، وأيضا الرد اليمني ومشاركة اليمن الحبيب في هذا الرد على العدوان الإسرائيلي. بعد هذا الرد المزلزل، هل باعتقادك هل لا تزال إسرائيل تفكر بالاجتياح البري للبنان وحدودها؟ بخصوص الاجتياح البري لدي قراءة مختلفة، فإن إسرائيل التي كانت منتشئة جدا خلال الأسبوع الماضي وتحقيقها ضربات مؤلمة، وهذا ما تبناه سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله، بأن الضربات كانت مؤلمة ابتداء من البيجر واللاسلكي وصولا إلى اغتيال القادة، فإن إسرائيل لا تعتزم على ما أعتقد دخول بري كبير. تعمل إسرائيل مناورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وقد عملت أمس بروفة عبر الولايات المتحدة بأنها ستتقدم بريا، لكن هذا التقدم مكلف جدا على إسرائيل، ولذلك ليس في اعتقادي بأنها ستجرؤ على، لأن الخيارات محدودة. إذا تقدمت على سبيل المثال 5 كيلومترات وهي قد تستطيع ذلك، لكن سيكون هناك مقاومة قوية وشرسة من قبل حزب الله. حتى لو دخلت 5 كيلومترات أو 7 كيلومترات أو 10 كيلومترات في عمق الجنوب اللبناني، أستاذ حسين إذا تسمح لي أعود لحضرتك ونتحدث بشكل مفصل عن تفاصيل الاجتياح. أستاذ إبراهيم، الجمهورية الإسلامية رغم أن العدو الصهيوني بهجماته الوحشية يستهدف المدنيين الأطفال العزل، لكن الجمهورية الإسلامية بهذا الهجوم لم تصب أي مدني، وإنما كانت أهدافها واضحة ودقيقة على منشئات حيوية ومواقع عسكرية في تل أبيب. جيد. الحرس الثوري يقول 90% من الصواريخ التي أطلقناها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.
هذا الأمر ألا يعني بأن القبة الحديدية هي عبارة عن شيء زائف وشيء من الخيال، وربما اتضح للعالم أجمع ادعاءاتهم الكاذبة بأن القبة الحديدية لا أو غير ممكن اختراقها؟ استخدم الكيان الصهيوني الحرب النفسية وحرب الإعلام في تضخيم القبة الحديدية، حتى بات العرب أنه يصدقون هذا، جميع يصدقون كأن القبة الحديدية هذه الطلقة ما ممكن تفوت بها، وسوقوها هم بإعلام العربي وإعلام التطبيع، سوقوا أنه هذا القبة الحديدية، وبدأوا يحكون قصص وروايات عن هذه القبة وأنها لا تستطيع أن تخترق، وحتى الناس صدقت الناس هذا يعني هم الآن ضخموا هذه القبة الحديدية. ولكن أنت شوف حتى اسمها القبة الحديدية، حتى هذا الاسم وكأنه هناك قبة حديدية تحمي هذا الكيان القاسم، ولكن إنه ضربات المقاومة طبعا هسه إذا رجعنا حتى لحماس في 27 الأول إنه اخترقت القبة الحديدية واخترقت المجسات وأجهزة الرادارات وما شابه، هاي المنظومة كلها المنظومة الاستخباراتية البشرية والإلكترونية اخترقت، هذه الرادارات والقبة الحديدية اليوم والدفاعات والدفاعات الجوية الأمريكية من الغواصات الأمريكية نعم لم تستطع أن تصد 10% اليوم من الصواريخ الإيرانية، ولم تصد حتى من الصواريخ حماس ومن صواريخ حزب الله، لذلك هو يحاول أن يضخم هذا الإنجاز وكأنه هذا إنجاز كبير جدا وأنه هذا الدرع لحماية الكيان الغاصب. في الفرضية التي استخدمها الكيان الصهيوني التحتيم الإعلامي، لاحظ حضرتك انه عندما يصل الصاروخ في منطقه معينه نعم. كان يكون في جنوب لبنان او في غزه، يتم تصوير هذا الحدث بمنتهى الشفافيه ويعرض على وسائل الاعلام سواء على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا او وسائل الاعلام نعم. لكن في تل ابيب لا توجد هكذا مقاطع فيديو، لا تنشر الا ما ندر، الا ما ندر، لانه الكيان الصهيوني من اليوم الاول اعتمد سياسه التحكيم الاعلامي ومنع وسائل الاعلام ان تصل الى هذا، لذلك تجد انه مجرد مواقع مقاطع فيديو تصور خلسة لهذا الكيان وللحدث الذي حدث وللانفجار، يعني موقع الانفجار وتصور على، أما وسائل الإعلام لا. الشيء الآخر أنه الكيان الصهيوني منع حتى عملية الاستخدام الموبايلات داخل الكيان الصهيوني فيما يخص التصوير نفسه وعملية التحتيم الإعلامي وعملية منع المعلومة نقلها إلى الرأي العام، لذلك الكثير من الإسرائيليين ما يعرفون حجم الأضرار التي لها. نعرف الآن يعني شوف أسأكم في الحدث كلش مهم، قبل يومين نتنياهو أصدر قرار بمنح الجنسية الإسرائيلية لكل شخص مرتزقة يقدم طلب يعطونه الجنسية الإسرائيلية خلال 24 ساعة مقابل أن يتجند في الجيش الإسرائيلي. هذا ما معناه؟ ما معناه، هناك نقص كبير في الموارد البشرية، هناك نقص كبير في الجنود، هناك هروب، هناك عملية قتلى، ارتفاع الأعداد القتلى. لاحظ حضرتك هنا استعان بالشركات الأمنية وجندوا مرتزقة يدفعون له بحدود $5,000 شهريا، ولكن لا يموت تشلب يموت بكروته زين؟ المطي يموت بكروته زين. شو نشوف الدعم الأمريكي لليوم وماذا بعد الرد الإيراني؟ الدعم الامريكي يعني اولا شوف انت اللوب الامريكي اللوب الصهيوني اجبر الولايات المتحده واحرجها في هذا المجال، لاحظ ان الشهرين باقي على الانتخابات الامريكيه نعم، وبالتالي اللوب الامريكي مؤثر في الانتخابات الامريكيه، لذلك هذه الضغوطات انه اليوم تصريح لبايدن يقول احنا ندافع عن تل ابيب، ندافع عن اسرائيل ونحمي اسرائيل، هذا يعني انه ملزم يقول ذاك على مضض، خاصة أن هناك فترة جفاء بين نتنياهو وبايدن، الولايات المتحدة ترى في بايدن أنه الآن أصبح مثل هتلر، ما ممكن أن يعني اليوم تصريح للأردوغان يقول هلا صار مثل هتلر، بعد ما حد يسيطر عليه لازم الحجمه، شلون الحجمه؟ هسه هذه الآلية تحتاج إلى شرح وتحتاج تفاصيل وما شابه ذلك، لأنه هذا الإجرام وهذا التمادي على الإجرام في ظل المجتمع الدولي نايم، لا مجلس الأمين ولا الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة ما يدرون، إذا طلع بيان نعبر عن قلقنا، آلاف تذبح، أطفال، نساء، مناطق سكنية تباد تحول إلى ركام، ومجلس الأمن والأمم المتحدة يعبرون عن قلقهم، حتى الآن هم ما عبروا عن قلقهم طبعا ما صدر هذا البيان، لذلك تجد أنه هاي ردة فعل المجتمع الدولي. السيد رئيس الوزراء دعا اليوم يعني يوم أمس دعا
المجتمع الدولي إلى بيان موقف إذا ما يحدث في لبنان وما يحدث في فلسطين من إجرام وحرب إبادة جماعية تقودها إسرائيل وبمعية الولايات المتحدة. وهذا يعني أن هذا الإجرام لن يتوقف إذا ما يتدخل المجتمع الدولي. هذه رسالة واضحة. أما عن الجامعة العربية تعرف الجامعة العربية جيد. الجانب الأمريكي ربما ستتغير أفكاره وتوجهاته بعد هذه الضربة الأخيرة. اليوم ترامب يتحدث بعد الرد الإيراني يقول كان من الممكن تجنب هذه الحرب تماما، ولو كنت الرئيس فلن يحدث ذلك أبدا. يعني على ما يبدو أن الرد الإيراني سيغير المعادلة الأخيرة في المنطقة. يعني سياسة الردع الإيرانية سياسة واضحة جدا. يعني ستخب إحنا كثير من يعني نشوف مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس المواطنين كان يستهزئ بالرد الإيراني، ماكو رد إيراني يقول. لكن بالنتيجة الذين يفهمون السياسة الإيرانية ويفهمون عمق القرار الإيراني الذي يتخذ يعرف أن إيران سوف ترد، وهي احتفظت لنفسها بحق الرد، والأمريكان يعرفون أن إيران ترد، وإسرائيل تعرف أن إيران ترد، والدول المنطقة بصورة عامة يعرفون أن إيران سترد. وهذا الرد الثاني. قد تكون إيران يعني قراءتها لحدث تختلف عن باقي القراءات، لذلك أنا أعتقد الرد الإيراني كان في محله، اختاروا التوقيت المناسب والزمان المناسب. نعم. واختاروا الأهداف، خارطة الأهداف أو كما تسمى بنج الأهداف. لذلك تجد أن هذه القواعد هي تعرضت لاستهداف مباشر. النوع الصواريخ صواريخ ذات قدرة تدميرية شاملة. لاحظ منو الإصابات قد تصل إلى 90% أو 95%، وهذا رقم من الصواريخ أصابت الصواريخ التي سقطت على تل أبيب. لاحظ حضرتك شفت المقطع فيديو شلون نتنياهو يركض حتى يوصل للملجأ، وزراء نفس الحالة ناجح. لذلك هل هناك تدمير للأهداف المقصودة بشكل يضرر الكيان الغاصب؟ والله الآن أنا شفت مقاطع فيديو وشفت يعني الأضرار بالغة جدا في القواعد العسكرية وفي الوحدات العسكرية، وحتى الطائرات التي استخدمت لاستهداف سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله دمرت هذه الطائرات. جيد. لاحظ جيد. ذلك. نعم. أستاذ حسين، ما هي قيمة الرد الإيراني في هذا التوقيت، وما موقف واشنطن من هذا الرد؟ الرد الإيراني جاء من خلفية أساسية، وهي عدم ترك إسرائيل على مغاربها في الاستمرار في العدوان. لكن أيضا إيران لم تقطع حبل التفاوض بين الهلالين أو السياسة أو الدبلوماسية. نعم. وقد تم تسريب بأن إيران لا تريد حربا مع أمريكا، ولكن أيضا لا يمكن أن تقبل باستباحتها أو الاعتداء عليها وعلى حلفائها، وخصوصا في لبنان وهو حليف أساسي متمثل بحزب الله، حليف استراتيجي كبير يشكل ضمانة كبيرة للمنطقة برمتها. بخصوص الموقف الأمريكي، هناك الأمريكيين سواء ترامب أو بايدن أو غيره هم يتبادلون الأدوار. إذا طرحنا يقول تفضل بأن ترامب لا يريد على الحرب أو حتى لو كان موجودا، فلنعد إلى الوراء أن ترامب هو من ألغى الاتفاق النووي الإيراني، وترامب أيضا هو من قاد عمليات كبيرة ضد اليمن. فلذلك أن الموقف الأمريكي لا يتجزأ تجاه إيران أو حتى لبنان ومنطقة برمتها. الموقف الأمريكي هو منحاز انحيازا كاملا للعدو الإسرائيلي، وهناك اتفاقيات استراتيجية، وهذه الاتفاقيات ليست جديدة، والدعم الأمريكي ليس جديدا لإسرائيل. ولا يظن أحد هل الولايات المتحدة في هذا التوقيت قبل الانتخابات مستعدة للخوض بحرب شاملة في الشرق الأوسط وتدعم الكيان الصهيوني بهذا الاتجاه؟ أبدا غير. هي تصرح، وأيضا المنطق يقول بأن الولايات المتحدة لا تريد الانجرار مع إسرائيل كما ترغب في حرب إقليمية، عندها مصالح كبيرة، عندها علاقات دبلوماسية، وأيضا حتى لو خاضت حرب
فستكون متضررة بشكل رئيسي. هناك قواعد كبيرة في الشرق الأوسط، وهناك مصالح استراتيجية اقتصادية ومصالح النفط لا تريد التفريط بها، وخاصة وأن الخصم وهو يعني محور المقاومة على رأسه إيران باتت تملك من القوة العسكرية وخاصة الأسلحة الاستراتيجية منها الصواريخ الباليستية التي استعملت اليوم بشكل رئيسي. هذه الصواريخ لم تكن موجودة في حوزة إيران، أصبحت اليوم متوفرة في حوزة إيران وأيضا في حوزة كل محور المقاومة. جيد. الكيان الصهيوني أكد بعد الرد الإيراني أكد أنه سيرد أيضا، يعني كيف وأين من الممكن أن يرد الكيان الصهيوني حسب توقعاتك، وهل تسمح الولايات المتحدة للكيان بهذا الرد، وماذا بعد الرد؟ بحسب ما اعتدنا فإن الرد الإسرائيلي لا ينام على ضيم كما يقال، فإن العدو الإسرائيلي قد يرد في أي وقت، ولا يمكن أحد أن يلجمه حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تلجم هذا الكيان الذي يستبيح منذ زمن بعيد الأراضي سواء اللبنانية أو السورية أو حتى العمق الإيراني عبر أعمال إرهابية متمثلة باغتيالات مسؤولين وأيضا علماء نوويين. هو حتى ولا اكتفى حاليا فإنه مستمر في الأعمال العدوانية والأمنية وارتكاب عمليات الاغتيال على مجمل هذه الساحة من إيران إلى سوريا إلى لبنان وفلسطين وحتى اليمن أيضا. جيد. على ما يبدو الكيان اليوم وحكومة الكيان متخبطة في قراراتها ما بين الرد على إيران والاجتياح البري لحدود لبنان. الاجتياح في حال حدث ماذا سيكلف العدو؟ الاجتياح بحسب التجارب، ونحن مراسلون ميدانيون منذ أكثر من 30 عاما على جبهة الجنوب اللبناني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فإن كل عمليات العدو الإسرائيلي من العام 93 وأيضا 96 وحتى التحرير 2000 وصولا إلى العام 2006 حرب عناقيد الغضب الإسرائيلية أو حرب تموز آب 2006، فإن العدو كان يتكبد ويضطر إلى إبرام اتفاق مع لبنان وعبر الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة اللبنانية، ولكن بالتأكيد بموافقة حزب الله على هذا الاتفاق، فإنه بالنهاية مهما ارتكب من أعمال عدائية ومجازر بحق اللبنانيين سيعود إلى اتفاق نظرا لموازين القوى وعمليات الردع. ليس أقول موازين القوى أن هناك المقاومة أقوى من إسرائيل أو تستطيع أن تعادلها، إسرائيل دولة نووية ولديها قدرات هائلة ويتبناها المجتمع الدولي تقريبا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. الاجتياح بالنسبة لإسرائيل هي تعرف والمجتمع الدولي أيضا يعرف بأنها ليست نزهة، خاصة وأن حزب الله يمتلك قدرات كبيرة باتت عشرات الأضعاف عن الحرب التي كانت في العام 2006، فهو الآن يمتلك صواريخ باليستية، يمتلك أيضا الطائرات المسيرة الانقضاضية التي تصل إلى أي مكان في عمق الأراضي الفلسطينية. انطلاقا من ذلك فإن إسرائيل تخشى الخوض في حرب كبيرة برية لأنها ستتكبد خسائر كبيرة، لا أقول لأنها لا تستطيع أن تتقدم برا، ولكن تحسب ألف حساب لأي تقدم، لأن كما أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس بأن المقاومة قد أعدت العدة كاملة لمواجهة أي تقدم إسرائيلي وهي ستلتحم معه مباشرة، فقد جهزت نفسها لمثل هذا العدوان إذا ما حصل. جيد. أستاذ إبراهيم، هل هناك ربط بين القرار الصهيوني الذي سمعنا به أمس بأن حكومة الصهاينة قررت الاجتياح البري للبنان، هل هناك ربط بين هذا القرار والرد الإيراني اليوم؟ لا، هو يعني ما اعتقد انه يعني ردة فعل، يعني رد الايراني جاء ردة فعل على
بداية الاجتياح يعني عندما أرسل يعني خب هذا الاجتياح فشل 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 ذريع، وبالتالي أنه نصف الجنود قتلوا الإسرائيليين، الصهاينة قتلوا تقريبا وانسحبت القوات البرية الإسرائيلية. لكن أنا أعتقد أن المعطيات الرد الإيراني له تختلف هذه المرة، يعني هو الآن عندما رد الجمهورية الإسلامية ردت أنه بعد أن رأت أن الكيان الصهيوني تمادى كثيرا في الاستهداف، عمليات اغتيال الشهداء رضوان الله عليهم، عمليات الاستهداف المركز للمناطق السكنية داخل جنوب لبنان. وإلا أنه هل هو استهدف منطقة عسكرية؟ لا أبدا، هو استهدف مناطق سكنية وهذا مجمعات سكنية، ولم يلتزم بالقانون الدول الإنساني واللي هو حماية المدنيين أثناء الصراع وأثناء الحروب. لكن أنا أعتقد الرد الإيراني أيضا رأى أن في أنه هناك حاجة إلى نصر كبير جدا. لاحظ حضرتك أنه الحزب الله عند استشهاد السيد رحمة الله على روحه كان هناك أيضا استمرار في الاستهداف، يعني ما توقفت المقاومة الإسلامية. نعم. ما توقفت يعني، وبالتالي ليش؟ لأنه حزب الله مؤسسة، مؤسسة بمعنى كلمة، يعني مؤسسة ولها هيكلية ولها جهاز ولها قوات خاصة بها ولها جناح مسلح، وبالتالي هذه المؤسسة ما جيد. لم تتوقف. حرب الاستنزاف يستنزف الكيان ويؤثر ويدمر الكيان يوم بعد آخر، هل هناك حرب على الأبواب ربما ترغب بإنشاء بها حكومة الكيان الصهيوني؟ يعني الحرب بدأت منذ اليوم الأول، يعني أنت اليوم في يعني الآن الحرب بدأ دخلت السنة الأولى، يعني اليوم إحنا 17 بدأت الحرب، يعني ممكن بعد 6 أيام يمر سنة كاملة على الحرب. هذه حرب استنزاف يعني، لذلك هو ذهب إلى هذا الحرب عملية أنه أولا أنا أقصد هذه حرب الاستنزاف تدمر الكيان يوم بعد آخر. يعني أنت عندما يستهدف الكيان الصهيوني هناك رغبة للكيان ببدء حرب على إيران. خلي أحكي لك شغلة، القدرات الاقتصادية للكيان، يعني أنت تعرف الاقتصاد الكيان مبني على هو ما عنده نفط بالمناسبة، ما عنده نفط ولا عنده آبار نفط وما شابه ذلك، لا هو يعتمد على صناعة الإلكترونيات، شركات المساهمة، أكثر من 2000 شركة توقفت كذلك، ميناء إيلات خارج عن الخدمة، يعني 80% من إيراداته تأتي من خلال ميناء إيلات. هذا الميناء باستضافة من الأخوة اليمنيين الأبطال المجاهدين خرج عن الخدمة بعد ما حكوا بحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة، يعني السفن التي تأتي إلى 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 إسرائيل تستهدف، وبالفعل ماكو سفينة تستهدف حتى ارتفعت أسعار التأمين على البواخر. نعم. ما حد يجازف يجي، ما حد يجازف. لذلك أنا أعتقد حرب الاستنزاف أولاً، اثنين إن الكيان الصهيوني الكلفة اليومية للحرب مكلفة لهم ويعتمد على المساعدات. هذا المساعدات عندما أرسلت من قبل الولايات المتحدة ربما شوية استمر الكيان بالاستمرار بالمعركة، لكن إذا دخل حرب الاستنزاف مع الجمهورية الإسلامية كيف يدخل حرب الاستنزاف مع الجمهورية؟ هو يعرف أنه كل قواعده وكل قواعده العشرة العسكرية الموجودة داخل تل أبيب هي أهداف. اثنين أنه في المعركة ليست فقط إيران، اليمن، لبنان، سوريا، العراق، هذا المحور يمتلك معي مثل ما قال ضيفك أستاذ حسين. نعم. الاستراتيجية والمقاومة اختلفت الآن، يمتلكون صواريخ بالستية، طائرات مسيرة، اثنين لهم القدرة والإمكانية أن يصلوا الهدف في المكان والزمان الذي يريدونه دون اختراق. قد تكون هناك القبة الحديدية وما تبقى من القبة الحديدية، أو ما تستهدفه أو ما يتم صده من بعض الدول العربية للأسف الشديد، ولكن رغم ذلك الاستهداف واضح، لذلك عملية فتح جاء أكثر من جبهة. بعد هذا الرد هل سيستوعب الكيان هذه الهجمات الإيرانية ويسكت، أم أن الحرب الشاملة على الأبواب توقعات؟ لن يستطيع أن يرد على الجمهورية الإسلامية، لو كان يستطيع لرد عندما استهدفت، عندما خلي ذكرك بحادثة، عندما في أعتقد في شهر نيسان عندما استهدف طيران إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا. نعم. ردت إيران لو ما ردت عليهم؟ ردت وضربت إسرائيل. نعم. أكثر ما 300-400 طائرة وصواريخ سيارة، ولكن لن يستطيع إسرائيل أن ترد على إيران، لأن تعرف أن الرد على إيران مكلف بالنسبة له، بلعت الطعام وسكت، خلى رأسه بالتراب. ربما اعتبروا لذلك أنه لا يتورط، هو يريد أن يتورط هذا بمثابة، لا هو ماذا يريد من ذلك؟ هو يريد أن يدفع الولايات المتحدة أن ترد، يريد أن يدفع الولايات المتحدة ثم يختبئ هو.
هو يريد يدفع يعني يدفع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن لديها انتخابات بعد شهرين. زين. لديها مصالح في منطقة، هذا مصالح أهداف سهلة للجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة. لذلك لا يمكن أن تجازف الولايات المتحدة بأن ترد على طهران. لاحظ ذلك؟ لا يمكن أن تجازف الولايات المتحدة. لأن أولاً وضعها الاقتصادي، اثنين هي على أبواب انتخابات. وهذا يعني أنه أي مرشح أو أن الرئيس بايدن أو أي مرشح آخر قد يخسر كل أصواته في هذه المعركة. لأن القضية مو سهلة. إيران ليست وعدها. إيران ليست وعدها. وبالتالي هذا التواجد الكبير للقوات الأمريكية كقواعد في الخليج أو في دول أخرى أو كحامل الطائرات ستكون أهداف واضحة. على ذكر دول الخليج، اليوم الجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية تقاتل بالنيابة عن المسلمين وتدافع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم وحتى الشعب اللبناني الذي انتهكت حقوقه. زين، لماذا لم نرى دعما أو موقفا من قبل بقية المسلمين وحكامهم في دول الخليج لهذه القضية؟ اليوم نراهم يتراقصون على جراحنا ويفرحون بضعف الجبهة والمقاومة والمدافع عن الحق. أنا ضد هاي القضية أنه نيابة عن المسلمين. هسه إحنا ممكن تقول مؤمنين، ممكن يعني. أولا يعني أنت شوف حضرتك المجتمعات المسلمين، القدس عاصمة قبلة المسلمين، هذه ما يحترفون بها. هاي دول التطبيع ما تعترف بها. دول التطبيع، انت لاحظ هسه الاعلام خليني احكي لك قضيتين. روح قناه العربيه، قناه الحدث، سكاي نيوز وغيرها من القنوات العربيه، والله العظيم لسان حال اسرائيل. يمكن القنوات العبريه ما تحكي مثل ما يحكي دول. هو انا اسال ليش؟ ليه تطبيع؟ هو هذا التطبيع. هو شنو التطبيع؟ هو تطبيع انه انت تتبنى الفكره الاسرائيليه، تتبنى يعني الروايه الاسرائيليه. انت متصهين اكثر من الصهاينه، اكثر من الصهيونيه نفسهم. انت صهيوني اكثر من الصهيوني نفسه. بعد وشو التطبيع؟ التطبيع هم كل الانطباع راح يروحوا الاعلام بعد الدول. دول التطبيع صدقني صهاينه اكثر من القنوات العبريه. لاحظ ذلك؟ اكثر من القنوات العبريه، اكثر من التلفزيون الاسرائيلي. هذا هو التطبيع يعني. والا شاهد يعني اليوم، يوم امس كان هناك صحيفه امريكيه، انا لا يحضرني اسمها بالضبط، تتحدث عن السيد حسن نصر الله رحمه الله على روحه، تقول هذا سيد الخطابه. نعم يعاقبوها. لكن شوف بعض القنوات العربية شلون تنال من هذا الشخص الجليل، هذا السيد الجليل، هذا المجاهد البطل. كيف يعني؟ شوف كيف بهذا الموضوع. إذا تسمح لي أنتقل لأستاذ حسين. أستاذ حسين، كيف ترى اليوم الإعلام العربي وتوجهات الإعلام العربي ضد المقاومة والانتقاص من المقاومة، ونراه اليوم يمجد ويقف ربما مع الكيان الصهيوني الغاصب ضد المسلمين، ويعلم أن قضية فلسطين ودعم فلسطين هي معركة حق أمام الباطل؟ نعم، الإعلام العربي هو عمليا يتبع سياسات الدول الموجود فيها، والإعلام العربي كأي إعلام يعتمد على التمويل، وهو إعلام ممول من هذه الحكومات التي لا تريد استمرار تنحو نحو ما يسمى السلام مع إسرائيل، وكانت قطعت شوطا كبيرا قبل عملية طوفان الأقصى. وتحدثت عن عدد من الوسائل الإعلام العربية المعروفة والكبيرة، هي بالطبع تتبع سياسة دولها وتعبر عنها وتنطق باسمها، وبالتالي فلا يمكن أن يرجى من هذه الوسائل أو غيرها أن تكون نصيرة ومؤازرة للمقاومة على الإطلاق. جيد. أستاذ حسين، ختاما، ما هو السيناريو المتوقع للمنطقة بعد الرد الإيراني في الأيام القليلة القادمة؟ تفضل. نعم، بخصوص السيناريو المتوقع في المنطقة، الرد الإيراني كان ضروريا ومنطقيا، وهو لم يكن بدعة أو شن حرب على العدو الإسرائيلي. كان رد لابد منه لأولا التعبير عن سيادة إيران التي تم انتهاكها أولا في سوريا بقصف القنصلية، وأيضا في إيران باغتيال القائد هنية على أرضها الرسمية. فلذلك أن الأوضاع ستعود في هناك أمران، إما
أن تتجه المنطقة إلى حرب إقليمية وهذا لا يريده أحد، وإما أن تتم عملية الضغط التي تمارسها إسرائيل لإرغام بني هلالين، لإرغام أو تطويع حزب الله لعقد اتفاق يتعلق بالحدود اللبنانية الفلسطينية، بما تطالب به بإبعاد قوات الحزب وخاصة قوات الرضوان، قوات النخبة عن الحدود. في اعتقادي لابد أن تصل الأمور إلى حل متوازن نسبيا كما حدث بعد حرب العام 2006 لناحية إقرار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يمنع الإسرائيل من الاعتداد على الجنوب، وهي بالتالي أي إسرائيل لم تنفذ هذا الاتفاق مع لبنان. صحيح انسحبت من مناطق كثيرة لكنها لا تزال تحتفظ ب 13 نقطة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وأيضا مزارع شبعة التي احتلتها في العام 1967 في حرب النكسة. الخيار الثاني هو الأرجح في تقديري. جيد، بسؤال أخير أستاذ إبراهيم. نعم. أسألك عن السيناريو أيضا المتوقع للمنطقة بعد الأحداث الأخيرة والمعطيات، وأيضا أسألك عن مواقف الدول العربية التي تتحدث بالعروبة والإسلام. نراها اليوم تعترض الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على تل أبيب، الخزي والعار لمن يساند الصهاينة ويقف بوجه المقاومة التي تدافع عن الحق. يعني السيناريوهات، أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني ربما هذه الضربات الأخيرة لهذه الليلة مؤثرة جدا، وبالتالي سوف يعيد حساباته، لن يقوى، سيلجأ إلى حرب الإعلام، سيلجأ إلى حرب الإشاعة، سيلجأ إلى عملية التغيير أو عملية الضرب معنويات الطرف المقابل، طرف المقاومة يعني. هذا أحد سيناريواته. زين، لكن كرد على الجمهورية الإسلامية قطعا لن يستطيع أن يرد ذلك في ظل هذه الظروف. بالمناسبة عنده في 2004 نيسان، عفوا في نيسان 2023 24، نعم، معركة طوفان الأقصى كانت ما أعتقد بدأت يعني بداياتها، عفوا هي بدايتها في الشهر العاشر 23، لكن عندما قصف السهدة في القنصلية الإيرانية كانت الآلة الحربية الصهيونية نوعا ما أفضل من هذا الوضع هذا تقريبا، ولم رغم ذلك لم يستطيع أن يرد على الجمهورية الإسلامية. ما يخص الدول اللي حضرتك حكيتها، يعني أولا هذه دول تطبيع معروفة، هذه الأنظمة شوف، لاحظ أنت حضرتك اليوم القوات الدفاعية الأردنية تعترض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو تل أبيب بفلوس، هاي بفلوس، كل صاروخ يوقعونه لهم فلوس فلذلك هاي مهنة جتهم، يعني رزق جاهم بعدين هم ما ناس عملاء، شو تريد معدهم يعني؟ هو شو توقع منه يعني؟ نعم، شو توقع منه عند ما يقدر بيك هذا يعني؟ شو توقع منه؟ توقع منه شيء يتحول إلى ملاك؟ هو خاين عميل يعني، جاسوس هو يعني، شو يسوي يعني؟ هي أنظمة عميلة، أنظمة مطبعة ومنذ 50 سنة مطبعين، فايش تتوقع معتهم يعني؟ تتوقع انه يصير وين نصره المظلوم، وين نصره القضيه؟ هذه شعارات، هذه شعارات، والا انت هذا لابس لك 40 وسام شرف ونوط شجاعه، لا معارك داخل معركه ولا المن داخل معركه، معارك ضد شعوب. لاحظت الاسلحه اللي اشتروها الان، اسلحه تشتريها الدول العربيه، جوع شعوبهم حتى يشترون اسلحه. طيب اذا انت ما تحارب يا اسرائيل، لما تحارب يا حارب يا شعوب، حارب يا اليمن، حارب بها اليمن، حارب بها شعوبكم اللي حكمتوها بالحديد والنار. الباحث بالشأن السياسي الأستاذ إبراهيم السراج، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. ومن لبنان الصحفي والإعلامي الأستاذ حسين سعد، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا، الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.